المتقاعدون في العراق معاناة مستمرة وهموم لا تنتهي، أضحوا حالة مشاعة لأنياب الفقر المدقع الذي أخذ مأخذا منها حتى اضطرها على كبر سنها للخروج إلى الشارع تحت لفحات البرد القارس وحر صيفنا اللاهب لغرض التظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم، وهي سابقة لم تكن مألوفة في كل دول العالم لأن حقوقها مكفولة في كل الدساتير، فقانون التقاعد لا ينصف وبعض فقراته لا تخدم المتقاعد، وهناك استقطاعات جديدة من رواتبهم تضاف للحشد الشعبي وقطوعات أخرى، والآن هم شريحة مهضومة الحقوق وقد استضعفتها الأغلبية من أصحاب القرار والمتنفذين في الدولة العراقية. هناك حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، بأن المتقاعدين يتسلمون رواتبهم بشكل استحقاقات وليس منة أو صدقة من الدولة. والله مشاكل التقاعد هواية. أول شيء بالنسبة للمكان مالها داخل بغداد وبنص السنتر، والمكان ضيق، هاي أول شيء، والعراق كله عليها مجموعها. الشيء الثاني موضوع السلف، السلف أكو عندنا الرشيد والرافدين، فالرافدين دا ينطون سلف للمتقاعدين، والمتقاعد هو موجود عندهم راتب من عنده يقصون، فما ياخذون يعني شو اسمه بدون كفيل ينطون، بينما مصرف الرشيد إلا موظف مدني، وهذا الموظف المدني الا راتبه يوازي راتبك مثلا ثاني واحد من الناس. انا راتبي التقاعدي بالشهر 550، راتب ابني موظف مدني ومشرف فني وخرج كليه 300 ياخذ، جبته ككفيل الي ما يقبلون الا مثلا تجيب لك موظفين اثنين او اي شيء. فمعاناه اضافه الى انه مشاكل هوايه، معاملات تتاخر انجازها، هوايه شغلات يعني ما شو اقول لك بعد، فما ادري بعد. بعدين اي قلت له على بار الرشيد اي والله طالبه انه خصوصا بالنسبه لمصرف الرشيد المتقاعدين سلفهم، وهي مو ديك السلف الهوايه، ابو الراتب القليل كله مليونين، اكو مليون ونص اكو 3 ملايين، يعني ما لها فت قيمه بالنسبه لقدام الفلوس اللي تنصرف هذه، الا موظف مدني يعني انا محتاج هالمبلغ هذا، لكن ما يعني ما اقدر اخذه الا، والكفيل اللي تجيبه هم يريد له فت مبلغ، يعني ما يصفى لك شيء من عنده. فهذه معاناة وهواية بعد ما أقدر أقول لك يعني بالنسبة لي كشخص، أما بقية العالم الناس الكبار الازدحامات السرة هذا هواية شغلات معاناة. أهلا وسهلا حبيبي. السلفة مال الرشيد مفتوحة، أقول مال السلفة مال الرشيد إلا كفيل، يعني أنت تجيب كفيل بيش الكفيل تعطي مليون، تأخذ لك 3 ملايين تعطي مليون وتظل انت مديون، انت قول ياخذ سلفه شنو غير محتاجه؟ محتاجه ولا محتاجه؟ فالعالم يعني هاي بتعاني من اشياء يعني ما اعرف شلون واحد يحكيها، وانتم سيدين عارفين، لازم فتح هاي الشغلات، ما يصير واحد اجيب لي كفيل، العده واسطه يروح هاي معروفه هاي. ايه. طيب اكو حالات فساد توصل لمرحله انه تنطي فلوس يلا تكمل معاملتك؟ والله هاي الشغله انا ما شفتها، بس انت تعرف الدوائر مالتنا. يعني اذا مو شويه تمشي ايدك ما تمشي الامور. انت تعرف هاي هنا جوا يعني احنا انا ما شفت صعبة يعني شغلات، بس ازدحام ازدحام، يعني انت هي شغلتك ربع ساعة ربع ساعة تظل 3 ساعات 4 ساعات الا يلحق سر الا باكر على عقب، هاي ماشي هاي الشغلات. يعني انت هي شغلة ما تطول، يعني اكبر شغلة نص ساعة بس، انت مراجعة منا والعالم مزدحمة وتعرف انت البكان تطلع برا تسوي عريضة تعال جيب صور جيب شغلات، هاي كلها تطول 4 ساعات 5 ساعات، او انت الموظف يجي ياخذ ربع ساعة اجازة او عنده شغل شلون يعني. شلون المعاملات تطول لها اشهر تطول؟ هاي ما هاي مال التقاعد معروفة، هاي معروفة، اجي انت تعرف مراجعات من دائرة لدائرة. يعني اليوم تشوف صعوبة بالتعامل؟ والله ثاني بعدني ما طاب حتى احكي انطي رايي، الا اطوب ونشوف الحاله، اذا قلنا زين زين، مو زين نقول مو زين. مشكور حبيبي.
كل عمل اللي شخص اللي يريد يعمله المواطن يريد حقه، بس جهد كبير على التقاعد العامة. هذا الجهد الكبير وقلة الموظفين اللي موجودين عندهم اعتيادي لحيصير إرباك بالعمل. المواطن ماذا يعرف الروتين اللي دا يقوده للتقاعد اللي موجودة؟ التقاعد مهمتها أكثر من مهمة الدولة بكاملها، لأن لو نقيس المتقاعدين على عدد الموظفين تقريبا متساوين، والمتقاعد رجل كبير السن ما يتحمل ولذلك يبدو يشكو همه. وأنا ملاحظ أنه تحاول مديرية التقاعد لا دفاعا عنها ولا هذا أنه سهل الأمور اللي تقدر لها، ولكن هنالك بعض الدخلاء الذي يدخلون هم الوسطاء اللي يستفادون من المتقاعد في كل من الطرق يعقدون الأمور على المتقاعد ويسهلوها بجانبهم. والله أنا أقول لك هاي صارت أزمة العراق كلها في كل الدوائر، لا اللوم بس التقاعد، في أي مكان مستشفى الطب مركز هو طاب مجرم وهذا يطلعوه بالفلوس، في أي مكان اللي موجود الفلوس مع الأسف لعب دوره بكل دوائرنا. هاي ليست أزمة التقاعد فقط وإنما أزمة العراق بكاملها لفساد الرأس، قضاء على الرأس تقضي على الباقي. أول شيء أول حال أنا برأيي أن يضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. احنا نيجي على التزوير هنا أنا اللي يجي ياخذ، ارجعوا لي على الموظفين المزورين اللي جايب له شهاده مزوره وبعلاقات الحزبيه وعلاقات الاخرى اخذ له منصب وهو لا يستحق هذا المنصب. انقضينا على الراس قضينا على الكل، ولكن الراس اقوى منا فلا نستطيع عليه. والله مشاكل هي هاي الدنيا، هي هاي الحياه، شنو هاي مشاكل؟ ايش الراتب تركض ورا وماكو لا راتبي ولا راتبه، يتاخر يا الله يجي زين. السبب مش مدرينا، على مود مثلا بطاقه الذكيه مسويها جديده ما جاي الراتب بالمصرف، كل ما نروح ما جاي تعالوا روحوا للتقاعد. البارحه رحنا المصرف دزونا على التقاعد من الصبح للساعه بالخمسة يلا رجعنا للبيت. صار ايش قد هاي الاجراءات اللي بتمشين بيها؟ هاي الاجراءات هسه من البارحه واليوم، بس قبل اجيت على مود الذكيه شلعوا قلبي هوايه، تاديت هوايه، بقينا اسبوع نروح ونجي راتبي خلص صار 5 أشهر ما مستلمته، ايش نسوي بعد؟ ها هي شكرا. اي شكرا. والله التقاعد انا ما اخذ تقاعد، انا اعطوني يعني عن بطاقه ذكيه اخذ كل شهرين يعطوني 1,000,000 ونوبات 400 نوبات 500 يعني مو سوى. والله يعني مو زين والله العظيم، يعني كل شيء ما اعطوني. هاي الازدحامات اللي نشوفها لا زين، احنا انا ما اخذ من هنا، اخذ من هذول المحلات. اي البطاقه الذكيه. شلون طلعتيها؟ شلون بالبدايه من طلعتها؟ يعني هم سجلوني بالرعايه، يعني ظلت 3 أشهر طويله طبعاً. يعني السبب ليش طول هاي الاجراءات؟ والله عاد غير هم يابا بكيفهم احنا بكيفنا، صح ولا لا؟ شو كل شيء ماكو، قالوا نحج نوديكم كل شيء ماكو، سجلونا على قاع والساحة ما طالعه، يعني كل شيء ما حصلنا والله العظيم. الله يسلمك حبيبي، شكرا عيوني. بالنسبه لدائره التقاعد يعني بيها مشاكل كثيره، يعني كالمراجعات، ماكو استقبال، ماكو اهتمام بال، تدري اللي يجي متقاعد اكيد رجل كبير لو معوق لو امراه، ماكو ذاك الاهتمام الموجود بحيث ترويج المعاملات بالسرعه المطلوبه، فتلقى المراجع يلاقي صعوبات كثيره. فاحنا نريد يعني من المسؤولين يعني حبه لو ذا التكنولوجيا قاعد تتقدم يوميا، يعني مثل يخلوه مثل على الانترنت، مثل الغاء فيزا كارت، مثل وكالة صحة حياة، هاي الأمور اللي تخص المتقاعد يعني تسووها على الانترنت. عيني يعقدون المعاملات، يعني معاملة مال كي كارد هي ما تطلع البصمة الحجية مالتها، أنا صرت مكانها أبصم مكانها،
زين صار السنه جديده تعال انت جدد من جديد. ليش جدد؟ هي وكاله غير تمشي بعد اياها بعد. فرحنا جينا 14 ياجلونا. زين انا بيت مرض بيا والله. هلس فلوس هلسونا هلس يعني هلس لا احنا قوة طلعناها سوينا حولناها هلسونا هلس هسه هم راح هم يهلسونا وكل سنة هلس هاي هو طيب. بعد شنو اللي طالبين راح اسواق لهم يا بي انا عدلة مو ميتة ها انا عدلة ومسوي وكالة لابني اعطوني بها تقول انه انا تحكي تقول انا عدله ليش دي يسوون هاي اي هو احنا مسوين معامله يعني مكانها ابصم هي ما تطلع البصمه مالتها مره مريضه سكر وضغط وهذا يعني كل سنه احنا نروح نجدد ليش التعقيد هذا هو وكاله تمشي بعشا ليش كل سنه يعني كل سنه احنا الفلوس احنا هلس ما يصير اي طالب يعني معاملات يسهلوها يعني ليش التعقيد يعني هذا الروتين يعني يشيلوه الروتين مالتهم يعني احنا كل سنه نروح نجدد هي معامله واحده سويناها وكافي وكافي اي هاي هاي صحيح هاي يقول لك خاف تموت يردون الراتب يستفادون مني بس هسه ليش ياجلوني يعني بس هي حتى لو الوالده لا سمح الله توفت له هاي هو الدوله تعرف ما تعرف توفت لو ما توفت بس هاي هيك مسوينها على مود فلوس وش على موسى ايه على العفو بس انا عندي حجيه هم تعبانه كلش هم مقفينها يقول الا تحضر هي زين هو راتب هو متقاعد وهسه جبتها والله شلع قلبي وجبتها من هناك اللي جاي هسه عفتها بالسياره لو شوف حالتها بالعباس يعني شو تقول له هم مقفينها هو راتب كل شهرين يلا يطوني وهسه مقفينها يقول والله الا تجيبون الحجيه وتجون يعني مضعيه هاي رحمه لابوك هاي عنده وكاله عامه وكالة عامة عندي يعني عقلك انت تتصرف ايه حتى ذاك يوم رحت على شو اسمه على 3 ملايين قال لا ما تستحق انت وكيل ما يصير الوكيل يعتبر مالك مو هو وكالة عامة انا سويتها وهسه جبتها والله اديتها عفت هناك بالسيارة وجيت طيب شو والله بعد هو بكيف السيد الوزير هذي يعني مشيها يريد يطلقها بكيف بعد هو تقاعد هو ليش سموه تقاعد وكالة عامة يا أخي هسه شنو وضعيتنا هناك شوف هناك المراجعين روح شوفوا شوف حالتهم والله العظيم يمكن تنقهر عليهم أنا من الموصل أم وفاء جيت على مود التقاعد مع رجلي الشهيد 2008 على مود الفروقات ما يعطونا يا ليش يقولوا ارجعوا امضوا الكتاب ما اعطونا كتاب مدير التقاعد اعطاني كتاب يرجعوني مرسلخ على الموصل امضي الكتاب واجي حكومه ابو التقاعد ابو علا قلوله جينا 100,000 نرجع زي 100 ونجي 100 منين 8 سنوات رجلي شهيد لازم يرجعونا يعملوا لنا حال شهر انا هنا اروح واجي على التقاعد كل شيء ما كسبت ويتقيدون علينا ويصرفونا مصرف ماكو بالموصل ويطعونا ويخلصونا ما بي حتى اصعد الدرج كل ساعه رايح راد ما حد يشتغل عمي ليش؟ ما حد يشتغل والله والله ما حد يشتغل شنو اللي عرقلوا لك اياه؟ هسه بيها بال 2001 جوا وظلت يوميه رايح راد وكل شيء ماكو ليش هيك؟ هذا عمل هذا انساني خلصنا من الانسانيه كلش زحناها ليش هيك؟ ليش؟ ادري هسه هذا يسمع صوت المالكي ولا العبادي ايش راح يسوون؟ خليني ترى زهقان وفي امان لا مشكورين ورحم الله وفقك رحم الله المدير مالهم يقول لي مو يوم قلت حل مشكلتي يقول لي مو يوم مشكلتك شوف او نفتش رحت انا نفتش ما حد يسمع كلام
هس مشكلته ده اسدد اخوي توفى ومطلوب من محل زياده بالفروقات مليون دا ادفع ما حدا يستلمه يودم عندي شهاده وفاه جبت لهم هذه يقول لا اريد جبنه جديده رادوا شو اسمها هاي صوره قياد ورحت على يعني انت دا تدفع ديون نعم للدوله وما دا يستلمونها يعني بعدين تحكي وياه يعني يحكي وياك بنفرز يعني مو ماكو حاله دمرونا مكتب المدير انا ظل الموظفين كلهم كل الموظفين مو ايش اسمه كلها هذه وكلها رشاوي كلها رشاوي طبعا هذول الشاعر هذا حكي كبير هذا طبعا قاعد يدخلوني احنا عندنا ارقام تليفون الشكاوى ونزاهه ماكو كذب ماكو الحكي هذا ليش ليش هاي المعامله كامله شوفها دا تسدد دا تستلمونها يابا استلم فلوس مليون تطلب لك فلوسكم روح جبنا فلان شي فلان شي عقدوه عليه تبهذلت ما صايره اجي من الراشديه من راشده يوم اجي هنا وارجع بدون نتيجه زين بهذلون ماكوش دار عبي ماكوش دار نهائيا. الخدمه اللي خلصناها خدمه للوطن يعني هذا خلصنا عمرنا فدينا للوطن لكن اريد نتيجه هاي الخدمه اريد خدمه من هاي الناس ولا هم يخدمونا مو ما يخدمون لكن احنا عندنا سوينا معاملات هاي مال البطاقه الذكيه والبطاقه الذكيه كانت البصمه نعاني من عتها سوينا رجعنا على البطاقه الورقيه هاي الهويه الورقيه هم خدمتنا تعرف انت احنا اريد سلفه واريد كذا سوينا بدون بصمه هسه هاي بدون بصمه طلعت بها اخطاء والله انا يعني من الصبح لي هسه حتى تعذبت مع العلم انا شاد حزام هسه ما اقدر ظهري واقف ولو ان الولد ما قصروا يشتغلون لكن زخم كثير مو شكل واحنا نريد من الدوله انه تخلي فد مكان كبير للمتقاعدين لان هم هسه اللي بالدوله باكر هم متقاعدين اذا هم مثل ما احنا نريد هم يريدون احنا خلصنا وقت هم يريدون نريد لنا مكانات ونريد لنا ناس ونريد لنا اكو هسه بدول يعني اكو ناس تخدمهم وتوصل لهم وتجيب لهم معاملات ومتكملهم انا اركض منا اجي منا اوقف واشوف اشوف بها معاناه تعب احنا هم شريحه مظلومه تعبانه ادينا اللي علينا فما زال ادينا اللي علينا احنا انا هسه لو تشوف جسمي هواي مشرح من مو شكل يعني جايبها من الحرب مال فلسطين لحد الان انا المفروض انه احنا يكون لنا فد شيء يعني مميز حتى باكر ولدنا وهذول الناس يقولون هذول اهلنا خدمه ويفتخرون بينهم. معاناه اكو الروتين، الروتين القديم لا يزال موجود. الروتين القديم لا يزال موجود، يعني يفترض على سبيل المثال هذا الكي كارد هو ملخص المعلومات باكملها موجوده به. ماكو داعي يعني تطلب بطاقه السكن بطاقه التموينيه وكذا وهاي كل الاجراءات زين وبصمات وبصمات العين هذه كلها الاجراءات طويله ومعقده وكثير من الناس موجود الناس تعبانه وهو متقاعد اصلا هو يعني نقدر نقول العمر ماخذه او مريض او ما شابه زين فصعب عليه المراحل الصعده والنزله والروتين وروح وتعال زين هذه كلها اكيد معاناتي. يعني وهسه اروح للنفوس مال الكارخ يودوني للكارخ يودوني النفوس المحموديه ومن المحموديه للكارخ وكلها غلط بغلط رحمه معامله مال زوجي توفى 2/10 شهر العاشر يرحم والديك فهسه انا دا اسوي التقاعد ماله رادوا صورة قيد الوفاة مال الشايب مال أبوه وهسه رحت سويتها وخلوه قالوا لي بالبريد تجيك تروح للمحمودية 15 يوم على أساس بس الهاي مال البريد 15 يوم لا ما يدارون لا والله ما يدارون بالقرآن أصلا موظفات ما يتحجن زين يكتبونها غلط يعني ما اعرف هاي الموظفين شلون يكتبون مقمضين ويكتبون ما ادري
زين، واشكرك ورحم الله والديك بعد قلبك. والله الروتين يعني كملت المعاملة، رحت المصرف على أساس يعطوني حقوقي، قالوا لازم تروح للتقاعد تدقيق. هسه راح أروح أشوف شو النتيجة. والله صار حوالي شهر هالشي، ما أدري شنو القصة، ما أعرف. والله واي خدمنا البلد، احنا 10 سنين خدمنا. والله مطالب من الحكومة خلي تطبق الشعارات اللي رفعتها، انه احنا جايين لخدمة المواطنين، ننظر معاناتهم. اي كافي يعني المتقاعد والعفو والموظف يستقطعون من راتبه، ابو مجلس النواب كل شهر ياخذ دفترين. طلع واحد بالفضائية يقول احنا مسيطرين، رواتبنا جيدة وبرا عندنا فلوس. اي هذا هو صحيح، هذا مو صحيح هذا. وهذا عمار سيد عمار الحكيم الله يسلمه، واحد من المواطنين عاتبه وقال له سيدنا فلان شي وفلان شي، وانتم شعاراتكم المفروض طبقوها وكذا. اي وانت لابس تاج رسول الله، المفروض تسعد خدمة المواطنين. اكو مواطن عنده بيت بالمحيط ماله، جوا عليه قالوا له شيل. يا ابا ليش اشيل؟ قال السيد بيتك هاك مضاعفه شيل. يصير المفروض يقتدي بجدع السيد الحكيم عليه الرحمة، مو هالشكل. هو المفروض يصير نبراس وخير الخلف بخير السلف، وين ما دي يطبقوها. أني صار لي سنة ما استلم راتب، توقف راتبي. أراجع يقول لي عندك هويتين، كل ما راجع يطلع لي يقول لي عندك هويتين. بعدين ذكرت إنه أنا كانت عندي هويتين، واحدة مال ابني كمل دراسة لازم الراتب يتحول علي مالته، من حولوه علي ما حولوه قطعوا الراتب. جيت راجعت ولدي هنا أنا الله يوفقه، دخل لي البطاقة مالتي قال لها لي هاي الهوية، واحدة مالتها واحدة مال ابنه، اثنينهم موقفيهن. فقال ياهو اصرف لها، قال اصرف لها اللي تشتغل تمشي مالتها. يا بزين صرفت لي مالتي، فاتت اسبوعين قال لي روح استلمي راسا من المصرف مالتي تستلمي منه. رحت استلم من المصرف، قال لي هاي، قالت لي من المصرف هاي هو دزج، هاي بعد شهرين ما توصل. تركت الموضوع شهرين، هذا الحكي من العام 2017 شهر الرابع والسادس والثامن والعاشر وال12. وجيت راجعت بالثاني صرفوا لي مال الثاني وال12 فقط. جيت راجعت قبل اسبوعين قال لي روحي قدمي طلب، قدمت طلب طلعوا لي اياه، قال لي روحي استلمي من المصرف مالتك. رحت للمصرف استلم وكان يقولوا لي هو واصل بس احنا ما نقدر نسلمك هذا المبلغ، عندك 3 صكوك لازم الا صحه صدور. صار لي 3 اسابيع اركض ورا صحه صدور كل شيء ماكو، اضطريت اجي لهنا. اجيت قال لي روحي قدمي طلب، هسه قدمت طلب راح ارد ارجع اشوف شنو المشكله مال صحه صدور والراتب هيك متوقف. زين هم ما يفكرون، والله انا عندي ايتام والله بنات وطالبات، زين ليش ما يقولون واحد منين يصرف، منين يدفع ايجار، منين يجيب حق الدواء والطبيب؟ شنو احنا يعني بالعراق كنا صحيحين ما عندنا امراض؟ ما بينا اللي اذا تروح لابو المفاصل الكشفيه والراشيه مالته توصل لل 300، إذا تروح لأبو الصدرية الكشفية والفحص والإشعة والسونار توصل لك 250-300. ها ويقول لك راح أدزك على طبيب بالشمال، روح عليها أضبط هم يسوي لك عملية. والله أنا عانيت والله العظيم، رحت حتى للشمال سووا لي إشعة وسونار، قال لي عملية إيش قد يابه، وكان يقول لي كل رجل 50 ورقة. قلت له جيب عيني الأوراق مع السلامة. لا شخابره، هو أنا إذا أجي الموظفين ازدحام عليهم وقوة يتحكى الموظف، لما أنا أصل له أصل السرقة إليه يقول لي مو يمي روحي على الأخ.
وهاي أنا خلصت كم أسبوع هالشكل. أنا ما هسه سهم إجيت قطعت الأمل، قلت خلي أروح أقدم مرة ثانية. هسه هاي المعاملة مالتي رح معاملة، رح أروح أودي لهي وأشوف شو يقول لي. بلكت الله يسوي لي شارة يصرفوا لي الراتب. يعني إحنا شو نقدر نصل لنا سنة إحنا بلا راتب؟ ليش يصير هيجي؟ راتبي أنا راتب زوجي متوفي، خدم الدولة 27 سنة أورز المنصور زين، وعافلي أطفال أيتام صغار زين. إحنا مين نعطيهم ذولا؟ والله إحنا نعاني. مو دا أقول لك، ما أقول لك أقعد أنا أبقى أنتظر الراتب، مين ناكل مين نشرب؟ اعتيادي حنطلع نشتغل، شو تسوي المرة لعد؟ أنا ما عندي أولاد، ابني بصف ثالث متوسط والباقيين بنات، شو نسوي لعد؟ أكو غير نروح نشتغل؟ ماكو غير، لو نسوي كبة، لو نشوف شو نسوي شغلات أكلات جذورة بالبيوت نودي للعالم، نتفق ويا مول ويا واحد يصرف لنا الأكل، نسوي كليشة. هاي بنت الحلال لعد شو تسوي؟ حتى ذات مو عيب، بس إحنا بمجتمعنا ترى بعد عيب، مجتمعنا مجتمع ضيق بعد عيب. اللي تطلع تشتغل برا يحشون عليها، ما عليك انت تقول المره كبيره او بنيه جاهله، اعتيادي احنا نخاف على بناتنا ما نطلعهن. بس حتى اذا مره كبيره وتروح تشتغل برا العالم ما ترحم، فنشتغل بالبيت احسن لنا الحمد لله والشكر. بس احنا اللي نريد صوتنا يوصل وكلمتنا توصل وشويه يجاوبون ويانا والمدير يشتغل. احنا مو بس الموظف، انا ما اعتب على الموظف، الموظف لو تجي تطق له صوره اشوف الزخم اللي عليه ما يلحق ما يقدر يشيل راسه. بس المدير شنو وش قاعد؟ غير يتابع موظفي، غير يشوف الشغلات، لو بس هي بس جره قلم ويجمعون قواني فلوس ويصدروها لبرا. حجم المراجعين حجم ضخم جدا، حجم ما يتناسب ويا عدد الموظفين. انا اقول لك اللي موجود بالدائره، يعني الدائره ورئيس الهيئه اللي يقدمون يعني واجبهم بشكل صحيح، الا انه يحتاجون الى يعني عدد من الموظفين الاضافيين حتى يقدرون ينجزون العدد مال المعاملات التقاعديه اللي هي تشمل تعرف كل العراق يعني من شماله الى جنوبه. زين والله انا عندي خدمه 22 سنه بالالبان، يعني بزمن صدام بطلت عندي 9 سنين وما رجعت، خدمت 4 سنين هاي شقد 13 سنه، والعسكرية عدة 6 سنين إيش قد صار 18 سنة، وثلاث سنين لزمت حراسة بالألبان 22 سنة ومطلني تقاعد. وهذا دفتر ال مطلني على أنت مسن على أنت كبير ورجعت. يعني شنو أنا عندي خدمة وعندي أديت واجبي بصورة صحيحة، ليش ما طلعوني تقاعد؟ ليش ما طلعوني راتب؟ راجعت للتقاعد هسه يقول لي راح جيب الانفكاك، الانفكاك مالك واليوم والتاريخ والكذا، يعني عذبوا الواحد يلا يطلعوا له المعاملة. ها المدير ما طبت عليه، ما طبيت عليه، لهم الموظفين ما يتحسون. أنا مدرس إنجليزي متقاعد، خدمتي 28 سنة، كان تقاعدي 1,400,000، فلما صار نظام الاقتطاع من الحشد الشعبي اللي هو على أساس 3% قاموا يستقطعون من عندي 118,000، أستلم 1,282,000، وهذا مخالف لكافة القوانين، وإحنا رواتبنا المتقاعدين ضعيفة وقليلة وما تكفي بالنسبة إلى الغلاء العام وبالنسبة إلى الصرف
المنزلي والدواء والطبيب وغيرها من المسائل الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، بينما أكش ناس رواتبها أعلى من راتبي بأضعاف، ولكن استقطاعهم بسيط جدا. هاي يدل على أنه الاستقطاع في مديرية التقاعد العامة اتفاق بين مدير التقاعد والمدراء بوزارة المالية على تقاسم الكعكة من الموظفين والمتقاعدين، لأنه لا حسيب ولا رقيب. وبهذا يكون المواطن العراقي سواء الموظف أو المتقاعد، وخصوصا المتقاعدين الرواتبهم ضعيفة، يكونون بصورة عامة مظلومين. نحن نرجو من الدكتور حيدر العبادي ووزير المالية، نطلب نخوته العراقية والعربية ويراقبون الله سبحانه وتعالى في أحوال المتقاعدين والرواتبهم ضعيفة والفقراء، لأن الله رقيب على العالمين. وإن شاء الله نسأل تعديل إرجاع ما استقطع من عندنا، لأننا محتاجين ومديونين. أنا موظف التصنيع العسكري منشأة القعقاع العامة، حيل على التقاعد في شهر 11/2017، ولحد الآن بدون راتب من الدائرة والتقاعد. اليوم عند مراجعة البارحة الأول بارحة والبارحة واليوم، اليوم ده يقولوا جاء توقف لأنه الوزارة ما سادة وزارة المالية، فإحنا ما نقدر نصرف لكم هويات التقاعد ولا نحلكم على التقاعد، وبقينا لا راتب ولا تقاعد. هذا اللي صار. السبب ده يقول لكم مشكلة بين وزارة المالية والصناعة، أكو تزيد مبالغ ما سادينها، فإحنا منين نصرف لكم؟ ثم إنه بيطالبوننا بأوامر مباشرة، تعيين مباشرة. زين الملفات ما دار كلها احترقت بال 2004 2003 العفو، فمنين جيباني؟ هاي مشكلة الدائرة مو مشكلة تانية. واحنا طالب، احنا كنا اصحاب عوائل يعني محتاجين الرواتب، اللي عنده مدارس اللي عنده كليات اطفال يعني يحتاج الى رواتب، وراتب ما عندنا اليوم الشهر الرابع. الله يحفظكم ان شاء الله، من حبيبي الله يحفظكم. أسولف لك على دائرة التقاعد العامة. أول شيء كادر ما يكفي عندهم ابني، وأكو عندنا تامتني خريجين كليات زين، وقاعدين على طالة بطالة. معاملة، أقرب معاملة صار لها 60 يوم ابني، هي تبديل هوية، يعني ضرب المجتمع هواية، يعانون المسألة إلى العالم. يعني خلي يسمعني رئيس الهيئة، ماكو اصلا نظام بالهيئه التقاعد العامه، يعني نظمت لهم هويه معامله وانطوني موعد 40 يوم معامله تبديل بطاقه. لما رجعت عليهم لقيتها مضيعين ليها، ورديتها سويت لهم من جد وجديد، وانطوني موعد من جد وجديد. فليش عندنا كادر وعندنا طلاب متخرجين وعندنا كفاءات هوايه، ليش هالفساد يصير؟ ليش؟ الوش
شنو الاسباب؟ يعني الاسباب الاهمال؟ نعم الاهمال، الاهمال من الرئيس الهيئه، الاهمال من وزير. هذا المجتمع، المجتمع تعبان اخي، المجتمع تعبان، لا شغل ولا عمل زين، وحصره على العيشه. طلاب، اغلبيه الطلاب متخرجين 5 سنين 4 سنين قاعدين بالشارع يبيعون باكيت الجقاير والنسله والخس، خريج كليه، اهله تعبانين عليه، مصاريف كل سنه 5 ملايين دينار، لا اكو تعيين لهم، التعيينات بس فقط على المعارف، على المعارف، واكرر واقول معارف، يعني منهم وبيهم، يعني عنصريه، ماكو تساوي بهذا الشعب، ماكو تساوي بهذا الشعب. العالم دا تعاني من عيشتها، العالم دا تعاني من فقرها، العالم دا تعاني من أزمة السكن. زين متقاعد يتقاضي 700-800 ألف دينار يدفع أجار، بمن يأكل؟ خلي يسمعني هو، خلي يسمعني، بمن يأكل؟ المريض، الأطباء، الصيدلة، المختبرات، كل تتم بالشباب بالفقرة. يزيعاد وتعب الشعب وما يكفي، يكفي الحشينا. كل واحد خليه، خليه له غيره على هالفقرة هذولة، على هالشعب هذا البريء. يعني انتم اجيتوا شنو؟ اجيتوا نقمة على العالم؟ لو اجيتوا رحمة على العالم؟ وبعد كم يوم تريدون انتخابات من هذا الشعب، فالله يعين الشعب، الله ينصر الشعب، الله ينصر الفقير، على كل ظالم، على كل طاغوت، على كل من ما يستحي، ما عنده غيره. هذا حديثي وياكم بعد. دارتي بعمرية فلوجة، أنا قدمت تقاعد، بس يقولوا لي تروح للخالدية منك تطلع المعاملة مالتك، مع العلم هم مستلميها هنا الكتب. بطاقة السكن أنا ببغداد، نفوسي نجف كوفة تقرأ، يقول لي روح للخالدية سويها منك. زين شو وصلني لي هناك؟ وهي طائفية، احنا طلعنا بوقت كان كلش حرج. فهذا اقترح انه يسهلون أمر على بطاقة السكن، على النفوس يمشون المعاملات، ليش يعقدوها على إلا دارتك، موقع دارتك؟ هذا ما صاير، يعني واحد دارته تلفى الدنيا، شو وصله شو يجيبه؟ حكيت ويا المدير، قال لي يعني بس عندي حاله استثناء واحده، يجيني مقعد على الكرسي، يلا اسوي له استثناء، انت كل شيء ما بيك تقدر تروح وتجي. قلت له مو ان شاء الله تروح واجي استاذ، يعني احنا صار لنا من شهر العاشر رواتبنا متوقفه، العاشر و11 و12 والواحد والثاني والثالث، وبعد احتمال اذا بقت هاي يجوز للسادس يلا استلم راتب، انا راح تعبر عليه 9 أشهر بدون راتب، ما افكر انا عندي طلاب بالكليه هذول منين اصرف عليهم؟ قاعد ايجاري 500 بالشهر. زين حتى لو عندي مصدر رزق ثاني، يعني ايش قدر احصل؟ طلع مليون، هم المليون ما تكفي اذا مو ويا التقاعد، راتب تقاعد. فراح ابقى 8 أشهر 10 أشهر بدون راتب، اخليها امام انظارهم وخلي ينظرونا بعين الرحمه. حتى الله يرحمهم، إذا ما يرحمونا الله ما يرحمهم، وإحنا ما عندنا غير الدعاء رب العالمين، وأشكركم جزيل الشكر. أنا صار سنتين عندي معاملة مال برا الذمة، أراجع يعني حتى ملت روحي من المراجعة، سنتين يعني برا الذمة ما تنجز، حتى الله ما يقبلها، يعني واحد شهر سنة، يعني لازم تكمل سنتين والله صار لها برا الذمة ما جاء تكمل. ناشد السيد رئيس الهيئة بل شاء الله شوية يمشيها. شكرا. أنا أهلي شهداء ولا أي شيء ولا قيائين، وراتبي قليل 151، شي كفي؟ منظف وزارة المهجرين
ولا مكافآت ولا أي شيء. أنا أريد قيائين للشهداء، ماكو أي شيء. إي أدي أهلي أربعة، أخوتي اثنين وأبوي وأختي. أدي أختي معوقة من الولادة. أنا كنت مسافر بتركيا، وبتركيا هناك المواطن التركي له حقوق. يعني أنا اشتغلت بثلاثين ليرة، التركي يقعد رجع رجيل يعطونا 50 ليرة. ليش الشعب العراقي هنا أنا قاعدة يعني الشباب ما تشتغل؟ يعني ما يصير الحكومة أنتم قاعدين أولادكم مسافرين ما تعرفون العالم، مخطية الله باكر عقب يحاسبكم. ما دامت لحد يعني الأكبر كم ما دامت لي، يعني ياما تنظل هيك ياما تنظل هيك. الشوارع قطعة، عمل ماكو، فرصة عمل ماكو. أنا بالنسبة لي إذا كان طلع علي اشتباه بالاسم بالضريبة العامة وضخ فلوس ويلا مسدوا شغلتي، يعني ما تصير هيك. يعني يا متى احنا الشاب، انا ما شاب ماي 87 ما محقق كل اجزاء بحياتي. يعني شو تحقق؟ يعني تكبر 30 سنة 40 سنة غير اكون لكم فرص عمل. يعني ليش هيك؟ يعني العالم حالك بطاله بشكل، يعني ما يصير. فكروا بالعالم وراكم حساب وكتاب. يعني مش نقول شو نقول، يعني ايش قد حكينا وسولفنا، لازم تشوفون فرصه عمل، تشوفون هيئه للانسان. يعني متى نظل هيك؟ متى؟ يعني تعبانين، حياه تعبان. انا اشتغل بكسر وعطش، كسر وعطش فتح من 8 الصبح تعزل الوحي الظهر، ماكو عمل، ماكو فرص عمل، ماكو والله فرص عمل ماكو. يحاسبونك على الضريبه، يحاسبونك على ضريبه على الدخل، والشوارع تعبانه وفرص عمل ماكو. دمرونا والله دمرونا. يعني ماكو كل فرصة عمل ماكو. أبو لوري محارب، يعني أبو لوري كان أبو لوري عنده لوري خير من الله، هسه أبو لوري محارب، حاربت الحكومة العراقية. يعني ما يصير بلد شوي يكون ينهض مو يرجع بكفاير. يعني يكون البلد يوصل، وأنتم وأنتم يعني دارسين وفاهمين ومسافرين كل الدول. أنا مسافر تركيا، مسافر السعودية، مسافر دبي، العالم عايشة طبيعة. الله وكيلك سافرت دبي قصيت لي باص بدرهمين، الدكتور بروفيسور هندي يقول له شد لك سنة راحتك أعطيك بها ضمان 20 سنة. يعني هي راحتك تقضي ضمان 20 سنة. هو هندي غاجة يشتغل بخلاص. ما عدنا أخلاص العملنا، ما عدنا. هسه واحد يحفر بالشارع الحكومة ما تحاسبه، يعني نظام البائس. أكو واحد يبني بالشارع ما يحاسب الحكومة، شوارع مقطعة. يعني ما يصير. يعني لازم تشوفونا فرصة عمل، تشوفونا حل، يشوفونا المطالب العراقي. يعني احنا العراقي بدل الدستور، بدل الحضارات، بدل بلد كل شيء، كل شيء بالبلد. يعني ليش دمرتونا؟ شوارع مقطعه، عمل ماكو، فرصه عمل ماكو. انتم يجون راس الشهر تعدون تحطون فلوسكم بيجوكم، وهاي العالم الفقره ساعده الله. والله العظيم على عائله نائم ولا ام ولا اب حصر عليها لقمه خبز. ما يصير. واكم واكم موت واكم حساب، والله سبحانه وتعالى يبليكم مرض ما تطبون معد الله شاهد. يعني غير توصلون تعطون حقوق العالم تندوب. ذاك اليوم وحده انا مو قوي، ذاك اليوم وحده بالبرلمان تقول اذا يقطعون من نفط دولار واحد كنا فرق 5 عائلة بالشهر 4 ملايين. يعني دولار واحد كيف هذا البوق؟ وين يروح؟ وين يمشي؟